اهلا وسهلا الى هالفيديو المختلف عن العاده، دراما جديده في عالم اليوتيوب. وانا بالعاده ما بكون مهتمه اني اسوي مقطع عن الدرامات وهالمواضيع، بالنهايه انا ما احب ادخل نفسي بمشاكل ما لها داعي، وقناتي لطيفه ومرحه موجهه مقاطع لجميع الاعمار. لكن هالدراما كانت مختلفه، لانه هالدراما كانت تتكلم عن افعال شخص ممكن انها فعلا تدمر جيل كامل من الاطفال اذا استمر الموضوع بهالشكل، وهالشخص للاسف هو مازن. طبعا مازن هو اكبر واوضح مثال على هذه الظاهره من محتوى الانتقاد اللي تنتشر حاليا، راح اركز على بهالفيديو، لكن ما يعني ابدا ان الوحيد اللي يسوي هذه الاشياء، هو مجرد اكبر واوضح مثال. وخلوكم معي اسمعوا هالتنبيه لانه مهم. قبل ما نتعمق بالفيديو اكثر، حابه اقول انه انا ما عندي اي عدوانيه تجاه مازن او اي شخص بالتحديد، مجرد اني جيت عشان اقول رايي بهالموضوع واتكلم عن محتوى الانتقاد بشكل عام. ارجو عدم التهجم، السب، محاوله ايذاء مازن او اي شخص يعمل محتوى مشابه له. احنا ناس مسالمين متفهمين ونتكلم باحترام ويا يلا ندخل. بسم الله. بالبداية، مازن للي ما قد سمع عنه هو شخص كان ينزل مقاطع في التيك توك او مثل ما يسمونه تيك توكر. بعد فترة قرر ينتقل لمنصة اليوتيوب، يعني خطوة طبيعية لاي شخص بده يكبر وينتشر اكثر ويكسب من محتواه. وهالشيء كله حصل من قرابة 10 اشهر الى سنة، فيعتبر مازن يوتيوبر جدا جديد وكبر بسرعة جدا ملحوظة في فترة السنة هذه، وقدر يجيب 600 الف مشترك ما شاء الله. لكن الارقام ليست كل شيء، وللاسف هذا من افضل الامثلة لهذه الجملة. محتوى مازن عبارة عن انه يجيب فيديوهات من التيك توك، يسوي رياكشن بانه يضحك عليها او ينتقدها، ولكن الحقيقة انه في مشكلة بهذا الوصف، لانه هذا وصف خاطئ تماما. الموضوع هذا مزعجني من زمان في محتوى الانتقاد. الانتقاد هي كلمة استعملت لكل شيء الا الانتقاد، وخاصة في عالم الانترنت. وبالحقيقة انه هذه الكلمة غالبا اذا مو دائما تستعمل كقناع للتنمر. نعم، اغلب محتوى الانتقاد بالحقيقة هو مجرد محتوى تنمر، وكل مرة هالناس اللي تتنمر تستعمل حجج اسوأ من بعض، مثل هو اسمن مني فيستحق اني اتنمر عليه، او هو اصلا شخص سيء ويستاهل اني اتنمر واضحك عليه، او هو اصلا يسوي شيء غلط او حرام فعادي اني اسبه واتريق عليه واتنمر عليه. مخيف كيف الناس صارت تحلل الاذيه بس عشان الشخص يسوي شيء غلط. كيف خسرنا ابسط مبادئنا بالنصح والاحترام؟ هل هالشيء فعلا تشوفونه شيء اخلاقي؟ هل تعتقدون انه فعلا التنمر هي الخطوه الصحيحه عشان تساعدون الشخص، او هل هو فقط حلال عشان انتم تشوفونه في حال اسوء منكم؟ هذا غير ما اجيب انه التنمر محرم في الاسلام. ما بعمره النبي صلى الله عليه وسلم تنمر على شخص يوم كان جاهل عن شيء، دائما ينصحه ويوجهه بهدوء واحترام ويعامله كإنسان. أمرنا ربي بالأمر عن المعروف والنهي عن المنكر، مو بالتنمر والسب والقذف والاستهزاء. من وين جت فكرة هو يضغط عادي نأذيه؟ بالعكس، هذا التصرف اللي بيخليه يكمل في خطاه أكثر. وحكم التنمر ما جاء عبث أو عشوائي، الأحكام دائما على اسمها فيها حكمة، لكن التنمر من أكثر الأمور اللي جدا سهل فهم ليش هي حرام، فليش تحللوا ما حرم ربي؟ التنمر من أبسط أضراره إنه يؤدي إلى ضعف الشخصية، الإحراج، الأذية النفسية، الانغلاق على الذات، الانطوائية الزايدة، الكراهية، الحقد، رغبة الانتقام، وأخطر وأسوأ شيء وهو أنه الشخص ما عاد يعيش معنا. هل تعتقد أنه كونك تسوي شيء ممكن ينهي حياة أحد عادي وشيء كويس ومفيد له وأنت جالس تساعده الحين؟ كثير ناس ينتقدون، أو خلونا نصحح يتنمرون، لكن على الأقل ما ينكرون أنه التنمر خطأ. ولكن ما بعمري توقعت أشوف أحد يشجع التنمر ويقول أنه شيء كويس. والله الإنترنت كل يوم يصدمني أكثر وأكثر. الشيء اللي انصدمت يوم عرفته انه مازن الله يهدي سوى فيديو تيك توك كامل وهو يحكي عن انه التنمر مفيد، بحجة انه، وهذا كلام من المقطع، هالشخص سمين كثير بس ياكل ويلعب على الجهاز وما بيسوي شيء عشان يحل المشكله، فعادي نتنمر عليه. طيب لو كان الشخص بنفس الروتين اليومي لكنه نحيف، ولا تقولون لي هذا الشيء مستحيل يصير، كلنا نعرف نوعيه الناس اللي تاكل وما تمتن ما شاء الله. فعلا في ناس كذا. هل وقتها حلال على النحاف وحرام على المتان؟ مو هم جالسين يسوون نفس الشيء بالنهايه؟ شايفين الثقوب بطريقه التفكير هذه؟ والأسوأ من كذا، يظل مازن يقول حتى لو انا سمنت ابغاكم تتنمرون علي. كونك انت راضي عن شيء ما يسمح لك ترغم الاخرين فيه. اذا انا كنت ارضى انه شخص يديني كف، مو يعني عادي انا ادي كف لكل شخص اشوفه. هذه الفكره اساسها جدا مهزوز وما يصلح انه تنشر اشياء مثل كذا، لانه سهل جدا تاثر على العقول الصغيره اللي تمتص اي شيء تشوفه قدامها. هل انت تدرك انه ممكن فعلا تدمر صداقات وعلاقات بين ناس لانك بتشجع انهم يتنمرون على بعض؟ او تصحيح، فعلا حصلت ودمرت صداقات وانا صار معي هالشيء وتضررت شخصيا. واجين انا مو حاقدة على مازن باي شكل من الاشكال، واكيد مازن هو مو مسؤول عن تصرف كل شخص يشوفه، لكن يوم يروح يقول للناس التنمر عادي هنا في مشكلة كبيرة. يعني وصل الموضوع انه مو شرط انك تعرف مازن او تتابعه عشان تتضرر من افعاله وكلامه. تدري قد ايش مشاكل ممكن تسبب بحياة الشخص اللي يتاثر منك ويقلدك بكل افعالك؟ بيكبر ويتنمر على الناس، وبيجي يوم الحياة بتدور عليه وهو ياكل التنمر على اشياء ما يقدر يغيرها اساسا. وقتها وش بيسوي؟
بيسوي وإيش بيقول وإيش بيحس. بيفكر إنه بهذا المنطقة اللي أنت غرسته فيه إنه هو يستحق التنمر ويستاهله، مع إنه ممكن يكون بالفعل مظلوم. فهذا الشيء جدا غلط. ولو نرجع لسالفة النقد، فالتعريف الحقيقي للنقد هو تسليط الضوء على الخطأ دون تقديم حلول. النصيحة هي اللي فيها تقديم الحلول، وزي ما شفنا بالتعريف ما في إهانة أو ضحك أو تنمر. مجرد تقول يا فلان ملابسك مو حلوة، يا فلان أسلوبك مو حلو، يا فلان كيني ميني، وخلاص هنا يكون انتهى الانتقاد. وأشياء ثانية قالها مازن، مثل إنه أنكر فكرة إنه الاكتئاب قد يسبب زيادة الوزن، وقال أنت مكتئب لأنك تأكل كثير، مو الاكتئاب اللي خلاك تأكل كثير. وأدري في ناس للحين تنصدم يوم تكتشف إن الاكتئاب شيء حقيقي وموجود فعلًا، ما هي مجرد خرافة اخترعناها كلنا مع بعض بس عشان نكون على المجتمع من كثر ملل، ويظنون كذا لأنهم ما اكتئبوا من قبل. ترى الاكتئاب شيء والكآبة شيء، كون عندك يوم سيء أو أسبوع سيء مو مثل شهور وسنين من الاكتئاب. الموضوع هذا جدًا جاد وثقيل وصعب، ومو ممكن فعلياً تدرك تأثير الاكتئاب وقوته لين تشوف شخص كان طبيعي ثم اكتئب، أو إنه يجيك أنت وتتذوقه بعيد الشر. فخلينا شاكرين ربي على النعمة ولا نطيح من معاناة الآخرين. الواحد لازم ما ينكر شيء إذا هو ما مر فيه. وعشان أثبت لكم إن الاكتئاب ممكن فعلياً يسبب السمن، اسمعوا الآتي. خلونا نرجع للأساسيات. الاكتئاب وش يسوي؟ يخليك تكون مكتئب، يعني مو قادر تحس بالسعادة، مو قادر تحس بمعنى الحياة، مو قادر تحس بأي دافع إنك تسوي أبسط الأمور مثل إنك ترتب سريرك أو حتى تفرج أسنانك. تخيلوا، وهذا الشيء جداً خطير ويأثر على حياة الشخص بكثير طرق، بالعلاقات، بالدراسة، بالشغل، بالصحة، بكل شيء بكل شيء. والواحد أكيد ما يتحمل يعلق بهالروتين الكئيب طول الوقت. فيا ترى وش أسهل طريقة عشان تأخذ سعادة ودوبامين بطريقة مضمونة؟ للأسف الإدمان. الاكتئاب هو من مسببات الإدمان. هالشيء فعلاً محزن، كيف إنه الشخص فعلاً جالس يعاني ومعاناته هذه تخليه يدخل بإدمان بس لأنه مو قادر يحس بأي شيء ثاني. لا تستهونون بهالمواضيع عشان ما يجي يوم أحد يستهين بمصيبتكم. وتتوقعون وش واحد من الإدمانات الممكنة اللي تجيب للشخص شعور سعادة سريع؟ الأكل. سهل جداً إنك تحس بشعور حلو يوم تأكل أكل، وأخص شيء الأكل السريع، الشوكولاتات، المشروبات الغازية، الحلويات، وكل شيء مليان سكر ودهون وهالأشياء، وهي نفسها أكثر أكلات تسبب زيادة الوزن. فعرفت الرابط بين الاكتئاب وزيادة الوزن؟ فكيف نقدر بكل سهولة ننكر إنه الاكتئاب ما يكون من مسببات الوزن؟ وصحيح إنه في حالات شاذة لناس ممكن يكونوا فعلًا يكذبون أو يبالغون أو يضخمون الأمور ويتعذرون بشيء مثل أوه أنا ما أقدر أتغير، خلاص أنا مكتئب للأبد وراح أضل آكل، ما تقدر أغيروني. لكن هل كوننا نضحك عليه ونسبه ونتنمر عليه فعلًا راح يساعده؟ فكروا فيها، هل تظنون إنه في إنسان عاقل راح يحب يكون وزنه زائد لدرجة ما يقدر يتحرك أو يمشي أو حتى يروح الحمام؟ مين يبغى يعيش بهذا الطريقة؟ ما حد بقواه العقلية الكاملة يبغى هذه الحياة، أكيد ما حد بيختار هالشيء إلا فيه مشكلة. وإحنا ما نحل المشكلة بأننا نخليها أسوأ، لا يضل، لازم نحترمه، نكلمه بأدب ونديه انتقاد أو نصيحة. ما يحق لنا نضحك على أي شخص ونتعالى عليه بس عشاننا متفوقين عليه بشيء. وعلى طاري كون شخص أحسن من شخص، قصة الأرقام لحالها سالفة طويلة. لاحظت شيء في مازن إنه جدا 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 مركز على الأرقام، وهالشيء ينتشر بين اليوتيوبرز الجدد أو صغار السن. أجين أنا ما أقصد إن العمر صغير غبي أو ما يفهم، نو، هذه فقط طبيعة الأمور، ما أقصد أي إهانة لأي أحد. ويوم جاء لمازن انتقاد من يوتيوبر اسمه حسين، وحسين هذا عنده 100,000 مشترك، وظل مازن يعيد ويكرر هذا الإنسان منقهر مني عشان عندي متابعين أكثر منه. وهذا الشيء اللي فعلا صدمني يوم سمعته. أنا بحب إني دائما أحترم كل شخص في حياتي مهما كان، حتى يثبت لي هو بنفسه إنه ما يستحق الاحترام، وما زلت أكيد بحترم مازن، وطبعا أظن هالشيء واضح من طريقة كلامي. لكن أنا أسفة يا مازن، بس أنا ما بقدر أخذك بجدية يوم أسمعك تقول كلام مثل كذا. الأرقام ما عمرها ولا راح عمرها تصير معيار لمدى كون الشخص صح أو خطأ، ولا بتكون معيار لقيمته إذا كانت عالية أو قليلة، لكونه ناجح أو فاشل، لكونه ذكي أو غبي. هل لو جاء شخص معه 1,000,000 مشترك وقال لك نفس الكلام، هل وقتها راح ترضى تسمع منه؟ هل فعلا راح يكون وقتها فيه فرق وكلامه مقنع صح عشانه ناجح أكثر؟ لو الموضوع كذا كان كلنا لاحقنا ورا كلام مستر بيست دمعه 100,000,000، وصرنا نسب ونشتم ونسوي أشياء حرام ونشرب عصير تفاح من ده تاريخه وكذا، يعني بيصير فوضى. بالنهاية هالرقم هو عبارة عن كم شخص يتابعك وضغط زر الاشتراك، ما هم نقاط عندك، انت ما تملكهم، انت ما تقدر
تقدر تتحكم فيهم ولا هم دينين لك بأي نوع من الخدمات. أنا جبت كل هالموضوع لأني خايفة كثير على الجيل الجديد كيف راح يطلع. ما أبي الناس تخسر نفسها وتخسر أصدقائها وأهلها وأسوأ من كذا دينها عشان بس أحد قال شيء عادي قمنا كلنا نسويه ونقلده. أنا فعلا سمعت عن ناس تأثروا في صغرهم من محتوى سيء وكيف فعليا حياتهم تدمرت بسبب هالشيء، وتمنوا إنه بذيك اللحظة أحد سحب منهم الجهاز وما شافوا اللي شافوه. إذا ظلينا نخلي هالأشياء عادي تصير ومرة طبيعي بحجج فارغة وبدون أي محاولة للتحسين، راح نظل في انهدار حتى ننسى كل شيء ونصير مثل الأجانب. حرية حرية كل 5 دقائق يبغون حرية بشيء جديد من كثر الفراغ اللي بداخلهم. ونقطة ثانية إنه في كثير من متابعين مازن ظلوا يدافعون عنه بحجة هو ما يتصنع مثل الآخرين ويتصرف بطبيعته عشان كذا عادي. بس معلش من متى كانت طبيعة شخص هي عذر على أفعاله؟ لو كانت طبيعة شخص إنه يسرق، هل عادي يكمل سرقة عشان ما يكون يتصنع؟ في فرق بين التصنع وبين إنك تسوي شيء غلط وتحط شخصيتك كعذر. تصدقون إنه كلامكم يتعارض مع كلام مازن نفسه؟ مثل ما قال مازن إن الاكتئاب مو عذر للسمنة، نقدر نقول إنه شخصيته وطبيعته ما هي عذر للتنمر. ومثل ما أنا دائما أقول، أنا إنسان، مازن إنسان، أنت إنسان، أنا أخطئ، مازن يخطئ، أنت تخطئ. فعشان كذا لا نعيد الدوامة ونجلس نتنمر عليه، لا تسبه، لا تقلل من احترامه، غلط كبير وفادح وما بسامح اللي فعلا يروح ويسوي هالشيء ويحاول يأذيه بأي طريقة. لا تصير أنت بعد متنمر ونعيد الدوامة من أول وجديد. ودائما لا تخلي رأيك يكون نسخ لصق من رأي صانع المحتوى أو أي شخص تتابعه. خلي أنت عندك رأيك الخاص فيك، فكر وحلل الموضوع من وجهة نظرك وقرر، هل فعلا كلام مازن منطقي؟ هل فعلا كلامي أنا هنادي منطقي؟ هل في شيء ممكن أنت ما تتفق فيه وليش؟ أبدي رأيك بالتعليقات باحترام، كلنا راح نسمع. إحنا مجتمع مو جنود عشان نرسل متابعينا ويهجمون على بعض وهالأشياء، وبالعكس شيء رهيب يوم يكون عندك رأيك ووجهة نظرك. أنا أفضل أن المتابع يفكر لنفسه بدل ما يكون نسخة من صانع المحتوى دون تفكير. بدي متابعين وناس مو نسخ مصغرة مني. بالنهاية الهدف بهالمقطع إنه ما حد يحلل الشيء على نفسه ويأذي الناس بحجة إنه عادي وشخصيتي وطبيعتي، ويرجع كمان نشر لها الفكرة ويروج لها. محتوى الانتقاد ما صار محتوى انتقاد، وما أظن بعمره كان محتوى انتقاد أساسا، كان وما زال دائما محتوى تنمر. ما أدري متى هالشيء بيتغير، لكن اللي نقدر نسويه إننا نظل ننبه وننصح لين ربي يهدينا كلنا. ومن جديد، مازن وأي شخص يهتم بالأرقام والنجاح والانفجار والشهرة، مو كل شيء جاء بالسهولة والسرعة يعني إنه كويس. بصراحة في حياتي شفت العكس يثبت مرارا وتكرارا. نادر ما يكون الشيء السهل والسريع شيء إيجابي. أنت بأفعالك وتصرفاتك راح تبين لو هالرقم الكبير والنجاح السريع كان شيء إيجابي أو سلبي مو العكس. يا كثر ناس انفجروا وظلوا سنة وسنتين ورجعت قنواتهم ماتت وما حد يتذكرهم وإنسوا من الكون لعدة أسباب. لا تستصغر الآخرين لأنه راح يجي يوم يتعدونك وتظل حسران في مكانك. وإذا كنتم حابين تسمعون عن درامات زيادة حصلت لي، تفضلوا هالمقطع. صدقوني راح تنصدموا من الأحداث الغبية اللي صارت بيني وبين أديب. أشوفكم على خير ومع السلامة.